هيا لنكمل قصة سيدنا صالح، فأنا كلي شوق لأعلم ماذا حدث بعد أن خرجت الناقة من الجبل. ولكن يا أمي، عندي سؤال، هل كان سيدنا صالح رسول؟ لا يا بنان، سيدنا صالح كان نبي ولم يكن رسول. وما الفرق بين النبي والرسول؟ هناك أقوال في هذه المسألة، سأحاول أن أبسط لك أحدهما. الرسول من أرسل بدين جديد لم يكن موجود من قبل، مثلما أرسل الله سيدنا موسى باليهودية وعيسى بالمسيحية وسيدنا محمد صلى الله عليه بالإسلام. الآن فهمت. والنبي؟ النبي هو من يدعو لنفس الدين الذي أرسل به الرسول الذي سبقه، فيكون النبي تابع للرسول الذي سبقه. الآن فهمت يا أمي، شكرا، جزاك الله خيرا. ها يا بنان، ذكريني أين توقفنا؟ توقفنا يا أمي عندما طلب الكفار من سيدنا صالح دليل على صدق كلامه، وذلك بإخراج ناقة من الجبل، ودعا سيدنا صالح ربه، فاهتز الجبل اهتزازا شديدا، وخرجت من بين صخوره ناقة ضخمة، وأمرهم سيدنا صالح ألا يمسوها بسوء حتى لا يعاقبهم الله. نعم نعم يا بنان، لقد تذكرت. وهنا بدأت الناقة تمشي حتى وصلت إلى البئر الذي يشربون منه الماء، وشربت كل الماء الذي في البئر. فقالوا: يا صالح، كيف نعيش مع هذه الناقة؟ إنها تشرب الماء كله. فقال لهم نبي الله صالح: لا تقلقوا، إن الماء سيكون قسمة بينكم وبين هذه الناقة، إنها ستشرب الماء كله يوما، وأنتم وحيواناتكم في اليوم الذي يليه، واليوم الذي لا تشربون فيه تستطيعون أن تحلبوا الناقة وتشربوا لبنها، وسيكفيكم لبنها كلكم. سبحان الله يا أمي، إنها حقا معجزة، هم يشربوا يوم والناقة يوم، واليوم الذي لا يشربون فيه يحلب الناقة ويشربوا لبنها، سبحان الله. نعم يا بنان، وعاشوا على هذا الحال زمنا طويلا، حتى مل من لم يؤمن، وبدأوا يظهروا كفرهم بعد التظاهر بالإيمان، واتفقوا على أن يقتلوا الناقة، يقتلوا الدليل الذي طلبوه من قبل ليكون آية على صدق سيدنا صالح. يقتلوا الناقة؟ ألم يحذرهم سيدنا صالح من إيداء الناقة؟ وقال لهم إن الله سيعاقبهم إن أساءوا إليها؟ أضلهم الشيطان يا بنان، واختاروا 9 منهم لقتل الناقة، واجتمع هؤلاء 9 عند البئر حتى جاءت الناقة إلى الماء في الوقت الذي تعودت أن تجيء فيه، فرماها أحد منهم بسهم فأصابها، وتقدم الآخر بسيفه فذبحها. قتلوا الناقة؟ نعم يا بنان، قتلوا الناقة، بل وذهبوا ليقتلوا سيدنا صالح ومن آمن معه، فأرسل الله ملائكته يقذفون هؤلاء المجرمين 9 بالحجارة فتصيبهم فيموتوا قبل أن يصلوا إلى سيدنا صالح وأتباعه. الحمد لله الذي أنقذ سيدنا صالح وأتباعه. إلا إن بقية الكفار يا بنان غضبوا غضبا شديدا بعد موت الأشرار 9 الذين اشتركوا في قتل الناقة، وأرادوا قتل سيدنا صالح، وقالوا: يجب أن نقتل صالح كما قتل هؤلاء 9. يا لهم من أشرار، لم يتعلموا الدرس، قتلوا الناقة والآن يريدون أن يقتلوا سيدنا صالح. وهنا أمر الله سيدنا صالح
أن يخبرهم أن الله سيعاقبهم بعد 3 أيام. 3 أيام؟ نعم يا بنان، 3 أيام. وجاء اليوم الأول وكان فيه الإنذار الواضح بقرب العقاب، فقد أصبحوا ليجدوا وجوههم صفراء اللون أشد شحوبا وصفرة مما يتخيل أي إنسان. فكان الواحد منهم ينظر إلى جاره وصديقه ويقول له: ما هذا اللون الأصفر الذي يغطي وجهك؟ فيضحك الصديق أو الجار وهو يشير إلى وجه صاحبه قائلا: لا، إن اللون الأصفر هو الذي يغطي وجهك أنت. ويضحك القوم بعضهم من بعض غير مبالين. وفي اليوم الثاني اشتد الإنذار وظهرت آية أخرى لقرب حلول العقاب، فأصبحت وجوه القوم كلهم حمراء قانية شديدة الحمرة، وكان منهم ما كان في اليوم الأول. وفي اليوم الثالث وقعت الواقعة، وإذا وجوه الكافرين كلهم سوداء شديدة السواد، كانت لونها مثل الفحم. يا إلهي، أصبحت وجوههم سوداء مثل الفحم. ليس هذا فقط يا بنان، بل أرسل الله عليهم صيحة من السماء، زلزلت الأرض واقتلعت الأشجار والنخيل ومات الزرع وهلكوا جميعا. والمؤمنون يا أمي، هل هلكوا معهم؟ لا يا بنان، نجاهم الله بفضله ولم تؤذهم الصيحة، فالله ينجي عباده المؤمنين من العذاب في الدنيا ويدخلهم الجنة في الآخرة. الحمد لله الذي نجاهم. أما الآن فتصبحين على خير يا بنيتي. وأنتي من أهل الخير يا أمي، ما أجمل هذه القصة. شكرا يا أمي، جزاك الله خيرا. جزانا وإياك يا حبيبتي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.